قال المنتج جمال العدل إن هناك 2000 قناة ناطقة باللغة العربية في العالم، ويمكننا تسويق المنتج الثقافي المصري لأهمية دوره. وأضاف أن الملحقيات الثقافية في السفارات المصرية بمختلف دول العالم يمكن أن تتعاون من أجل تسويق المنتج الثقافي المصري لأهمية دوره ثقافيا واقتصاديا. احنا واقفين في حتة رائعة جدا، بالذات في آخر كام سنة قدرنا نستعيد تاني إن المسلسلات المصرية موجودة 40-50 قناة. عايز اقول لك ان في 2000 قناه ناطقه باللغه العربيه، وفي اكثر من 25,000 قناه على مستوى العالم. الملحقيات الثقافيه بتاعت مصر اللي موجوده في السفارات بتاعتنا ممكن تعاوننا جدا في الدور ده، ان احنا تساعدنا في ان احنا نسوق المنتج المصري لاهميه دوره ثقافيا، وكمان لانه ممكن يجيب دولارات او عمله صعبه كبيره جدا زي ما كان بيجيب زمان، يقدر يجيب دلوقتي اكتر بكتير. وده عشان يحصل احنا طالبين ان حرية الابداع تبقى اكتر شوية، عشان احنا دلوقتي بننافس حوالينا بلاد ومنصات